الأمر الواقع. كنقول في خاطري داولي بنتي. اللي بقى فيا كثار هو أن بنتي تقتلت في الدار ديالي وبيني وبينها غير الصور. دعوة بك الله محمد ما اسمح لك لا بالدنيا لا في الآخرة. أو على الأقل عادي يشوفوه، أنا اللي ما بقيتش أشوفه. أنا ماما هدمونا مونا بنتي القاصر، دات 16 عام وشهرين مني كتبت العقد مع ذي وقت اللي بنتي، و كل شي كيتسأل بأن على زوجتها على 16 عام. هي تحداتني وتحدات كل شي وقالت لي ماما أنا كان بغي وكان حمق علي وكان موت علي ومن غيره ما نقدرش، وكأي أم تأم خفتها تهرب لي معاه، خفتها تمشي لي معاه، خفتها بزاف الحاجات، رغم أنه وقعوا بزاف الحاجات، ولكن بغيت نعمل لهم الحد. وافقت باش نفرح بيها، وأي أم بغات تستر بنتها وبغات بنتها تكون سعيدة وفرحانة في الدار ديالها. من بعد موافقة القاضي الأسرة وبعد لها الإجراءات ضربت لها الكاغد على 16 عام و4 شهور تقريبا. مهم بقاو شي شهر الله مع بعضهم مزيانين صافا الحمد لله، كيمشي هو كيخرج كيدخل العائلة مزيانة. فجأة بداو الخلافات وبدا الصداع، بدا بزاف ديال الحاجات. كيمشي هو كيغيب سيمانة بالجوج، كيعيط لها في التليفون كيقولها توحشتك وانا كنبغيك وانا هادي وانا ديك. عاود كيتصالحوا، كنتدخل انا بيناتهم كنصالحهم بحال اي ام بغات بنتها تبقى في الدار ديالها مع الراجل ديالها اللي كنهضر معاه. كيقولوا لي كيبغيو بعضياتهم، التصاور اللي كانوا عاملين مع بعضهم والفيديو سوادي، ومادام بنت عاد تسلم نفسها للشاب باقي ما بيناتهم والو، تجي تحدى العالم وتقول لك الا وما كتبغيه. انا كنبغيها ماما وراجلي ما يوصلش للبوليس ما يوصلش للكوميساري ما وصلت حتى شي حاجه، انا كنبغيه. صافي قبلت، رضخت امام الامر الواقع. انا كنت بغيت بنتي تقرا، بغيتها تشبر الباك، بغيتها الحاجات اللي ما وصلت لهمش انا توصل لهم هي. انا كنت كنشوف فيها كلشي، كنت كنشوف منى المستقبل ديالي اللي ما عنديش انا، وقرايه اللي ما قريتش انا، وبزاف ديال الحاجات. وهو كان ما كيقراش، عنده وقيله السادس. ونبلول انا سقسيت عليه صحابه كيقولوا بانه مزيان وهادي وهادي، ولكن كيبقى انه ماشي شي انسان قاري واعي، وباقي صغير وباقي صغير 21 عام. هي انا براسي جوجت على 16 بحال كان بابا عنده 28، يعني كان على الاقل خاص يكون ناضج وهادي. وهي اللي بغات قالت لي انا ما نرتبطش بشي واحد كبر مني بزاف في العمر. بحال اي ام شيت انا اختاريت لك سيوه باش تعمل ملاك ديالها، كانت قالت لي انا بغيت نضرب الكاغيط في الدار، العدول يجي عملت لها العدول في الدار. كش فرحت بيها، فرحت بيها بحال الناس، رغم ان والدي كانوا كيوعدوا بزاف د الحاجات، وانا اللي درت الملاك، انا اللي درت كل شيء، هما ما داروا حتى حاجه من داكشي اللي وعدوا به ما وفوا بها. نهار ملاك ديالهم كنت انا كنبكي، ما عرف صدقوا الدواء بالصح. مهم سال الملاك، سال كل شيء، سالت الموسيقى وهادي. كانت في لاطيغاس هي وصحابها كيهضروا، صحابها كيدرعوها كيبوسوها كيقولوا لها صافي يا منى دابا رجعتي مراد الراجل، ما بقيتيش تخرجي معانا، ما بقيتي والو. وكيبكيو، كندخل انا ديك الدخله اللي داخله لهم بالعصير بحال هكا، كنسمعها كتقول لهم ما تبكيوش يا صحابي حيت راه باقي غنعمل الخرجه في شهر 11 ان شاء الله. وانا نقول الخرجه ماما باقي غنعمل لك العرس، هذا يلاه الملاك نعمل لك العرس ندير لك الزينه ونعمل ونعمل. قالت لي ماما انا دابا وعييت صافي، انا الخرجه ديالي باغا نعمل غير كسوه بيضه والطوموبيلات والماطور وندير الخرجه للدار ديالي. هيدا قالت، قلت لها لعند راجلك ياك؟ قالت لي الدار ديالي. هذاك ما كان سبحان الله العظيم الموت ديالها كان 16 في شهر 11 نهار الحادثه بالضبط، يعني الحادثه بداو بالخميس، خميس عادي فاقت منى، فطرنا كان محمد. قالت لي ماما انا غنخرج، قلت لها تشاورتي مع راجلك؟ نقص هو قال لي خليها تخرج، راه تخرج مع صحاباتها الا بغات انا نديها. قالت له لا ما تدينيش الطاكسي، يديني الطاكسي جينا ندوز عند بابا ناخذ الفلوس. قلت لها مشي مع راجلك. قالت لي لا ماما. هو هبط، قالت لي ماما انا ما مرتاحاش، انا محمد ما مرتاحالوش. قلت لها علاش ماما؟ شنو عند نهار الشيطان؟ قالت لي انا خايفه وما مرتاحاش. بس ودرعت لها وقلت لها
رد بال على راسك يا ماما ديالي. قالت لي واش عندك كتخاف عليا بزاف؟ قلت لها حيتي ما عندك ما عنديش منك 20 تينا اللي عندي. مشات شي 8:30 9 دولار وهكاك رجعت العائله. قلت لها بلاتي تشربي الدواء ديالك، عطيتها الدواء ديالها تمدات في بلاصتها بوسته درعتها. قلت لها يلا تصبح على خير. قالت لي ماما واش عيط محمد؟ قلت لها لا ما دارتش معاه مره اليوم. قالت لي انا براسي كنعيط له ما كيجاوبنيش. قلت لها ما نعرف. صافي دخلت انا لبيتي شويش كنسمع الدقان. قلت شكون؟ قال لي انا محمد. دخلت وفتح لي فتحت له قلت له مالك ما صونيتيش في لانتيرفون؟ انا ساكنه في السيزيام الو ديما كيصوني في لانتيرفون كنطلعوا له. قال لي لا كيسحب لي واش نعستي ولا هادي. قال لي فين مونا؟ قلت له مونا عطيتها الدواء ديالها ونعسات بلا ما تفيقها. قال لي انا توحشتها. قلت صافي الله يهدي سرهم. قلت له دخول. فتحت عليها الباب سمعته قال لها مونا امونا. قالت له شني؟ قال لها انا جيت. قالت له محمد واخ ناضت جمعت الوقفه جلست حداه. انا في الكوزينه كان هذاك ويقول لي خالتو كاين العشاء قلت له نعدل لك سباكيتي يا وليدي. قال لي اه. قلت له واخا. كنعدل في سباكيتي جا عندي الكوزينه كنهضروا. اللي بقى فيا كثار وانا بدي تقتلات في الدار ديالي وبيني وبينها غير الصور وما سمعتهاش رغم انا نمونة. اي حاجه كانت كتوقع لها كتجبرني انا الاولى معاها، انا الاولى اللي كنحميها وانا الاولى اللي كنوقف معاها في اي حاجه. وفي امس الحاجه اللي بنتي محتاجاني ما كنت ما حضرتش ليلى ما سمعتهاش ما وانا حداها في البيت يعني انا ماشي بعيده عليها. عملت لهم العشاء نزلت لهم العشاء لقيتهم كيهضروا جالسين شابر لا في يدها وكيهضروا مع بعضهم. قلت لهم الله يرضي عليكم. دخلت لبيتي كلاني قلبي عيط لها مونا مونا. قالت لي نعم ماما. قلت لها جي نضار معك. جات لعندي قلت لها رد بها على راسك انا شفت محمد مدخل شي بلاستيكه ما عرفتش شني فيها بحق رد بها على راسك. قالت لي ما تخافش ماما هو دب راسه انا ما تخافيش عليا. قلت لها الله يرضي عليك يلا مشيت نعستينا شاربه الدواء. صافي تكيت انا في بلاصتي. اخر شوفه شفته دخل الطواليت مع جوايه الاربعه ونص هيداك. صافي انا قلت خليهم مزيان ما مرتاحين مع بعضهم. طفيت الدرواجي ونعست. فيقت مع 11 دخلت الكوزينه كنعصر قهوه. مولا مولفه كتشم قهوه كتفيق كتقول لي ماما كتعدل الفطور. كنقول لا هذاك النهار ما فاقت شي في مره. وصلت 12 كنصوني عليها والو كندق في الباب كندق والو. كنت كنهضر مع باباها قال لي فين يا مونا؟ قلت له مونا باقا مع محمد في البيت باقي ما خرجوش منين دخلوا البارح نعسوا. قال لي ماشي بزاف. قلت له راه سهروا انت عارف يلا تصالحوا راه كيسهروا العواول خليهم مرتاحين الله يهدي سرهم. قال لي امين. شويه كلاني قلبي بقيت كنتمشى هيدا على الطرف درجلي وطيحت تحت الباب باش نشوف واش فايقين ولا شنو. ما بان لي والو كتبان لي غير شي حاجه مكاليه الباب شي شرويطه شي شيفون. رجعت عاود كنهضر مع بابا كنقول له والو حسن انا عيط صونيت على مونا وقيل عامله له سيلونس وباب كندق ما فتحوا لي شي. قال لي زيد حاول دق عليهم. قلت له والو. شويه قلت انا ندخل نعمل لها العشاء مونا كيعجبها تجيب البطاطا والزيتون واش الهضره باش الا فاقت ما بقاش يعني صافي تاكل. دخلت انا لهيت راسي في الكوزينه كنطيب عملت العشاء طاب طفيت عليه. عاود باباها صنع عليا واتساب قلت له باقي ما فاقوش. انا ديك باقي ما فاقوش ملي صرت له الاوديو شويه كنسمع مونا امونا مونا قلت هيدا كنسمعو كيعمل كيفتح الباب وكيقول لي اخلتو اجي شوف مونا مالا. اوك انا شفتو اخر شوفه شفتو كان بالشور وملي عيط لي كان لابس كل شيء يعني ماشي كان شي واحد فايق مفزوع هكاك عادي لا كان لابس عليه. دخلت كامل هيدا في البيت بنتي مغطيه كامله هيدا كامله ديك العاليه اللي عليت بطانيه. قلت له قتلتي لي بنتي يا محمد؟ قال لي لا لا وبقى كيضرب في واحد كوكيطه د المكياج. انا خرجت كنجري عيطت على الجيران طلعوا الجيران
باباها العائلة كل شي جا، لقيتها كاملة زرقة وعوجة وتسالة طايح. عرفوا يا خما كان مود راسي، هذيك هي اللي كان شو انا بغيت نتفكر عادي، كتضحك معايا كتقول لي اماما لا كنشوف غير هذيك الصوره صافي. ديك الساعه مني هذه جا باباها عيطنا السونترال هي الاولى، السونترال ما كانت وقيل عندهم شي حاجه، موراها عيطنا العوامه، واحد الصديقه ديالي عيطت العوامه، جاوا كاملين في خطره، طلعوا دخلوا للبيت شافوها. شكون كان هنا؟ قلت لهم انا. شكون كان اخر؟ راجلها. معاش دخلوا سرت كلشي داكشي عاودت لهم، دخلوا في البيت ديالهم 11 ونص شنو شنو. انا حتى لقاو سباكيتي هذه وجابوها من الزنقه، قلت لهم لا انا طيبتها. ديك الساعه قالوا لي فين راجلها، قلت لهم ها هو هنايا. اسولوا شي واحد من خوتي كان في السطح، طلعوا عنده هبط هو دخل استجوبوه داكشي. انا على بركه كنقول لهم انايا كانت تمشي غير عتدي غير لابيلانس وعترجع ما ماتتش. كنقولو ياك بابا بنتي ما ماتتش، ياك بابا دات غير لابيلانس وعترجع لي. حتى كنسمعو كيقولو له قتلتيها ياك، وتيقول لي انا خلتو قتل مونا، انا كنت كنبغيها انا ما قتلتهاش. ديك الساعه عملوا له المينوط وهبطوه شويه، قالوا لي حتى انت تمشي معانا باش تعطي الاقوال ديالك. مشيت معاهم كنشوف بنتي في لابيلانس، بوستها ودرعتها وقلت لها اسمح لي ماما انا ما قدرتش نحميك في اخر لحظة، ما سمعتكش. اخر لحظة شفت فيها بنتي وهي مكفنة، هي صعيبة على اي ام تشوف فيها بنتها بديك اللحظة. انا كبرتها وربيتها ووصلتها، وكنت بغيت نشوفها احسن وحدة واحسن مني واحسن من كل شيء. السبب انه هو كان كيشك فيها وهي كتشك فيه، وكانت لقات له واحد كونفرساسيون مع واحد الصديقه ديالها، الحب والغرام وهادي، يعني هادشي اللي غيكون بيناتهم. 30 لانه هو غادي توحشو مو غادي يمشيو عندو لهاد السجن وعيبوسو وعيدرعو وعيجلسو معاه. انا لا، انا كنت وحشه كنمشي عند المقابر وكنجلس حدا القبر ديالها وكنبوس ترابه وكنقول لها منى توحشتك. وعلى الاقل عادي يشوفوه، انا اللي ما بقيتش نشوفها. ليك واش الحب كيوصل للقتيله؟ تقدر تكون نزوه مراهقه للعب ديال الدراري الصغار بزاف، لان الزمان ديالنا حنا كنا كنا متاهلين للزواج. الدراري اليوم لا، باقي صغار، العقل ديالهم باقي طايش، خصوصا الراجل اللي كان باقي صغير غير كيتعدى على راسو كيتعدى على الناس. اما الحب راه ما كاينش. دعوه بك الله محمد، ما نسمح لك لا بالدنيا لا في الاخره. هو عارف وعارف ومتاكد بأن مونة كانت كتعني لي حياتي كاملة، وأنا كانت حياتي موقفة على مونة، نوض عليها ونفيق عليها ونعس عليها، مونة هي كل شيء. هي مونة مشات عند الله وارتاحت في دار الحق، وحنا أنا اللي معذبة، أنا اللي باقا الذكرى ديالها ما كتحيدش مني، الدار ما كنقدرش ندخل لها بزاف د الحاجات. يعني أنا اللي بقيت معذبة من مور مونة الله يرحمه.